Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 6. kitabın 6. ünitesinin 1. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz var. Rifat Cemal ile ilgili, bir casusla ilgili. Bu ünitemiz ne ile ilgiliymiş? İstitla, haber alma ile ilgili imiş. İlk önce ünitemizin metinlerini, kelimelerini bir görelim. Ondan sonra metnimizi okuruz. Kelimatü ders. Siz de okuyorsunuz. Muhaberat. Haza haber. Muhaberat. Casus. İhtiraka. Yehteriku. ليس اخترع يخترع هذا شيء آخر اخترق يخترق هذا عين وقاف تزويد زود يزود تزويد حساس عبقري عباقرة متهم اتهم يتهم متهم نيابة مصدر صدر يصدر مصدر كاهن عراف يوهم أوهم يوهم استطلاع سري يطبع مصلحة جريء قلما تأسيس أسس يؤسس تأسيس مشروع جمعها مشاريع هكذا هذه كلمات الدرس هنا تعبيرات أجهزة الأمن بالطبع شبكة تجسس رئيس الوزراء سريع الملاحظة المركز الثقافي هذه تعبيرات الدرس الآن نحاول أن نفهم معاني هذه الكلمات كلمة مخابرات هذا جمع مخابرة هذا من أصله كلمة خبر مخابرة خابر يخابر مخابرة نعم هذا معناه اتصالات لجمع الأخبار مثلا مخابرات سرية جهاز المخابرات أو جهاز الاستخبارات نحن نستخدم أكثر شيء الاستخبارات مثلا جاسوس جمعها جواسيس كلمة تركية نستخدمها في نفس المعنى اخترق يخترق هذا ليس اخترع يخترعوا هذا قاف الحرف الأخير قاف هنا اخترق يعني مثلا اخترق الجيش جبهة العدو معنى يعني نفذ منها أو خلالها اخترق تزويد كلمة يزود مثلا تزويد المعلومات يعني أعطى المعلومات قدم لمصلحة دولة مثلا المعلومات الجديدة المعلومات المهمة أو مثلا تزويد الجيش بآلات جديدة مثلا معنى يعني تجهيز طبعا هنا استخدم تزويد المعلومات يعني حساس هذا كلمة حساس يعني مثلا هو حساس مثلا شديد الإحساس هو يحس شديدا ويتأثر بالعوارض الخارجية مثلا كثيرا يعني كثير الإحساس كثير الحس عبقري طبعا هو فائق الذكاء ذكي جدا فائق الذكاء متهم هذا اسم مفعول من اتهم هذا فعل اتهم يتهم متهم هذا طبعا اسم المفعول مثلا في القانون المتهم كل شخص اتهم بجريمة
أو عمل مخالف القانون، أو عمل مخالف القانون، يعني إذا خالف القانون أو إذا عمل بجريمة هذا الشخص يكون متهم. متهم، نعم. نيابة، هذا من كلمة نابة، هذا مصدر نيابة. مثلا جاء نيابة عنه، مثلا بدلا منه، يعني نيابة نائب بدله، يعني جاء مكانه هكذا. النيابة مثلا الهيئة قضائية تقوم بإقامة الدعوى على متهم، هيئة قضائية يعني هيئة للحقوق، هيئة في القانون يعني. عراف، نيابة مصدر، هنا مصدر صدر، يصدر مصدر، مصادر، مرجع بمعنى. كاهن، كهنة، هذا جمعها كاهن، كهنة. إذن عراف يعني كاهن، عراف، معاني متشابهة. عراف يعني هو مثلا نقول منجم، منجم مثلا. عراف يعني هو من يدعي القدرة على كشف المستقبل، هو يدعي يعني عنده القدرة ويستطيع بهذه القدرة أن يكتشف المستقبل. طبعا ممكن نقول المتنبئ مثلا، متكهن، كل ذلك في نفس المعنى. يوهم، هذا أوهم، يوهم إيهام، نعم، هذا وهم، من كلمة وهم يعني يعطي وهم، يعني يجعل في ذهنك شبهة مثلا. استطلاع، هذا كلمة استطلع، يستطلع، استطلاع. مثلا استطلاع رأي العام مثلا، كامويو، استطلاع رأي العام. أو طائرة استطلاع مثلا، كشف أوتشا، هكذا يعني استطلاع. مثلا حب الاستطلاع، حب الاستطلاع bir şey öğrenme merakı، merak. حب الاستطلاع merak، merak neymiş Arapçada؟ حب الاستطلاع. هذا طبعا هو حب الاستطلاع، رغبة شديدة في معرفة كل شيء يدفعه، هكذا. سري، هذا خفي، خفي سرا يعني، سرا. طبع، يطبع، طبع طبعا لهذه الكلمة معاني كثيرة، نرى في النص في أي معنى استخدمها. مصلحة، جمعها مصالح أو مصلحات، يعني هذه الجمع أيضا، كلتاهما قد تستخدم. مثلا المصلحة بمعنى المنفعة، نحن نستخدم منفعة، مصلحة، هكذا. جريء، هذا مثلا جريء الحديث، مثلا جريء الحديث هو صريح في الكلام، لا يخاف، يعني عنده جرأة، كلمة نستخدم هذه الكلمة جرأة، نعم. قلما، هذا الكلمة مركبة من الفعل قل وما، الشيء الذي يكون قليلا ما جدا، يعني تأسيس، هذا فعل أسس، يؤسس، تأسيس. مشروع، هذا من فعل شرع، مفعول من فعل شرع. مثلا عمل مشروع بمعنى يعني عمل مسوغ، أي ما سوغه المشروع، ما سوغه المشروع، نقول نستخدم هذه الكلمة أيضا. أجهزة الأمن، أجهزة الأمن بالطبع يعني طبعا. شبكة تجسس، شبكة نعرف تجسس، للتجسس شبكة. رئيس الوزراء، سريع الملاحظة، يعني هو يفهم بسرعة يعني، أو عبقري يعني يفهم ويقرر، يعني يتخذ، يأخذ قرارا يعني بسرعة. المركز الثقافي، هذه كلمات. الآن نستمع هذا النص أولا، يلا şimdi metnimizi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Buyurunuz. استمع واقرأ. في عام 1900
فلنستمع من البداية. استمع وقرأ. في عام 1988 للميلاد أعلنت المخابرات المصرية عن جاسوس مصري استطاع أن يخترق أجهزة الأمن في إسرائيل وبقي فيها حوالي 20 سنة، وقد نجح بتزويد مصرية بمعلومات خطيرة وحساسة. وبالطبع نفت حكومة إسرائيل هذه الأخبار وقالت إن هذا الخبر قصة خيالية اخترعها المصريون، ولكن في ذلك الوقت نشرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية أن هذا الخبر صحيح بعد أن تأكدت لها صحة ما قالته المخابرات المصرية، وأن اليهودي الإسرائيلي المسمى جاك بيتون الذي استطاع أن ينشئ علاقات عديدة مع كبار السياسيين مثل رئيسة الوزراء جولدا مائير ووزير الدفاع موشي ديان هو في الحقيقة مسلم مصري اسمه رفعة الجمال. استطاع هذا العبقري أن يكون أكبر شبكة تجسس في منطقة الشرق الأوسط، حيث زود بلاده بمعلومات هامة جدا، منها موعد حرب 1967 للميلاد ومخطط بناء خط بارليف المشهور وغير ذلك من المعلومات. كل ذلك كان تحت غطاء شخصية هامة في المجتمع الإسرائيلي، وهي رجل أعمال من الطراز الأول نجح بتأسيس شركة سياحية عملاقة داخل إسرائيل. وبعد أن عرف العالم الحقيقة كاملة، قالت صحيفة الأوبزيرفر إن الجمال عبقري مصري استطاع أن يحقق أهداف بلاده ونجح في أن يخرج من إسرائيل سالما ويموت موتا طبيعيا على فراشه. نعم هكذا. الآن نستمع ونقرأ مع بعض. dinliyoruz ve beraberce okuyoruz. يلا. في عام 1988 للميلاد أعلنت المخابرات المصرية عن جاسوس مصري استطاع أن يخترق أجهزة الأمن في إسرائيل وبقي فيها حوالي 20 سنة، وقد نجح بتزويد المخابرات المصرية بمعلومات خطيرة وحساسة. نعم أنتم. في عام 1988 للميلاد أعلنت المخابرات المصرية عن جاسوس مصري استطاع أن يخترق أجهزة الأمن في إسرائيل وبقي فيها حوالي 20 سنة، وقد نجح بتزويد المخابرات المصرية بمعلومات خطيرة وحساسة. وبالطبع نفت حكومة إسرائيل هذه الأخبار وقالت إن هذا الخبر قصة خيالية اخترعها المصريون، ولكن في ذلك الوقت نشرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية أن هذا الخبر صحيح بعد أن تأكدت لها صحة ما قالته المخابرات المصرية. نعم أنتم. وبالطبع نفت حكومة إسرائيل هذه الأخبار وقالت إن هذا الخبر قصة خيالية اخترعها المصريون، ولكن في ذلك الوقت نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن هذا الخبر صحيح بعد أن تأكدت لها صحة ما قالته المخابرات المصرية، وأن اليهودي الإسرائيلي المسمى جاك بيتون الذي استطاع أن ينشئ علاقات عديدة مع كبار السياسيين مثل رئيسة الوزراء جولدا مائير ووزير الدفاع موشي ديان هو في الحقيقة مسلم مصري اسمه رفعة الجمال. نعم أنتم. وأن اليهودي الإسرائيلي المسمى جاك بيتون
الذي استطاع أن ينشئ علاقات عديدة مع كبار السياسيين مثل رئيسة الوزراء جولدن ماير ووزير الدفاع موشي ديان. هو في الحقيقة مسلم مصري اسمه رفعة جمال. استطاع هذا العبقري أن يكون أكبر شبكة تجسس في منطقة الشرق الأوسط، حيث زود بلاده بمعلومات هامة جدا، منها موعد حرب 1967 للميلاد ومخطط بناء خط بارليف المشهور. نعم، أنتم استطاع هذا العبقري أن يكون أكبر شبكة تجسس في منطقة الشرق الأوسط، حيث زود بلاده بمعلومات هامة جدا، منها موعد حرب 1967 للميلاد ومخطط بناء خط بارليف المشهور. نعم، هكذا. ثم وغير ذلك من المعلومات، كل ذلك كان تحت غطاء شخصية هامة في المجتمع الإسرائيلي، وهي رجل أعمال من الطراز الأول نجح بتأسيس شركة سياحية عملاقة داخل إسرائيل. نعم أنتم، وغير ذلك من المعلومات، كل ذلك كان تحت غطاء شخصية هامة في المجتمع الإسرائيلي، وهي رجل أعمال من الطراز الأول نجح بتأسيس شركة سياحية عملاقة داخل إسرائيل. وبعد أن عرف العالم الحقيقة كاملة، قالت صحيفة الأوبزرفر إن الجمال عبقري مصري. نستمع من هنا. وبعد أن عرف العالم الحقيقة كاملة، قالت صحيفة الأوبزيرفر إن الجمال عبقري مصري استطاع أن يحقق أهداف بلاده ونجح في أن يخرج من إسرائيل سالما ويموت موتا طبيعيا على فراشه. نعم أنتم، وبعد أن عرف العالم الحقيقة كاملة، قالت صحيفة الأوبزيرفر إن الجمال عبقري مصري استطاع أن يحقق أهداف بلاده ونجح في أن يخرج من إسرائيل سالما ويموت موتا طبيعيا على فراشه. الآن نتحدث عن حياة رفعت جمال. طبعا يسمى رفعت الهيجان، طبعا اسمه الحقيقي رفعت علي سليمان الجمال. نعم، وولد في عام 1927 للميلاد في مدينة دمياط في مصر. مدينة دمياط أين؟ في مصر. وولد في مدينة دمياط. نعم، وكان والده يعمل تاجرا للفحم. أبوه كان تاجرا، وبعد وفاة والده طبعا انتقل للعيش في مصر الجديدة. المصر الجديدة هناك نهر النيل، الطرف الأول يسمى مصر القديم والطرف الثاني المصر الجديد، يعني هكذا. وأصبح طبعا بعد وفاة والده أصبح أخوه سامي هو المسؤول عن رعاية رفعات. طبعا رفعت التحق بالمدرسة التجارية، المدرسة التجارية، وهو طبعا عمره كان 14، ولكنه لم يكن طالبا متفوقا في هذه المدرسة، لم يكن طالبا ناجحا في المدرسة التجارية، ولكن هو في مدرسته في هذه المدرسة، هذا شيء مهم، أتقن تعلم اللغتين. اللغتين ما هما؟ اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، أتقن هاتين اللغتين. وهو كان يتجول مع السياح وكان يتكلم مع السياح، لذلك أتقن هاتين اللغتين. طبعا عندما تزوج أخوه سامي، أخوه الكبير سامي، هو
غادر هو وأخوه الآخر لبيب غادر إلى شقة جديدة، بدأ أن يسكن في شقة جديدة. وكان رفعت طبعا في تلك المرحلة يتمنى أن يتعلم التمثيل، هو كان يحب التمثيل، لذلك ذهب رفعت لحضور فيلم للممثل اسمه بشار هكذا، وأخبر هذا الممثل عن رغبته بأن يصبح ممثلا، وأخبره أنه يريد أن يصبح ممثلا، لكن أجاب هذا الممثل لرفعت، قال له يعني يجب عليه في البداية أن يكمل دراسته، يجب عليه أن يكمل دراسته في البداية، بعد ذلك يفكر في موضوع التمثيل. طبعا هو يعني بعد سنوات التقى مجددا بهذا الممثل وطلب منه الدور، وهذا الممثل منحه دورا صغيرا في أحد أفلامه، دور صغير، وهو طبعا نجح في هذا العمل كممثل، وبعد ذلك شارك في أفلام أخرى أيضا. بعد ذلك ترك هذا العمل وعمل في شركة بترول، في شركة بترول عمل لفترة زمنية قصيرة، بعد ذلك انتقل للعمل مع رجل أعمال في مدينة الإسكندرية طبعا، ونجح كثيرا في عمله، ولكنه هو تعرض للاتهام، اتهموه بالسرقة، لذلك ترك هذا العمل أيضا. بعد ذلك طبعا رفعت وجد عملا جديدا، كأنه يعني مساعد ضابط حسابات على مجموعة من السفن، طبعا هو تنقل بين العديد من المدن، الكثيرة طبعا، مثل باريس ولندن وفرانكفورت، كل هذه المدن يعني تنقل بين هذه المدن. طبعا هو كان يوقع نفسه في مشكلات في كل مدينة يذهب له، دائما يقع في مشاكل كثيرة، حتى في النهاية تم ترحيله من فرانكفورت إلى مصر، أرسل إلى مصر إجباريا. طبعا عندما وصل إلى مصر عاد من فرانكفورت ووصل إلى مصر، طبعا لم تكن معه أي وثائق شخصية، لا توجد عنده وثائق شخصية ولا هوية ولا جواز السفر، لماذا؟ لأن هذه الأشياء سرقت منه، سرقت. ولكن هو طبعا ماذا فعل؟ هو حاول أن يجد شخصا وتعرف على شخص مزور بارع. ماذا هو؟ يعني يزور جواز السفر أو وثائق شخصية هكذا يعني، وهذا الشخص زور له جواز سفر باسم علي مصطفى، وعمل بهذه الشخصية في قناة السويس، ولكن مع قيام الثورة المصرية في عام 1952 للميلاد، ترك العمل في قناة السويس، وانتحل شخصية صحفي سويسري باسم تشارلز دين، نعم، وانتحل شخص جديد يعني، واسمه أصبح تشارلز دين، وعاش فترة في أحد الفنادق منتحلا بهذه الشخصية، يعني هو دائما يغير اسمه يعني، ويستخدم اسم جديد، يعني هو استخدم اسم تشارلز دين، يعني لم يكتشفوا أو لم يتم اكتشافه مطلقا، لماذا؟ هو كان مصري يعني يتكلم بالعربية، كيف يتكلم لغة السويسرية؟ وطبعا عنده قدرة على التحدث باللكنة السويسرية، لذلك لم يكتشفوه. ولكن إلى متى؟ يعني في النهاية هو شعر أن شخصيته ستكشف، و
وعندما شعر هذا الشيء بهذا الشيء قرر انتحال شخصية جديدة، هو يقرر أن يجد اسما جديدا يعني. وبجواز سفر بريطاني باسم دانييل كالدويل، دانييل، وتغير غير اسمه وأخذ اسم جديد دانييل، شخص بريطاني يعني كأنه. وعندما غرر مغادرة مصر إلى ليبيا تم اعتقاله على الحدود، اعتقله الشرطي على الحدود. لماذا؟ لأنه يحمل شيكات باسمه الحقيقي ريفات جمال، عنده شيك كثير ولكن باسمه الحقيقي، ولكن في جوازه يكتب دانييل، شخص بريطاني يعني، ولا تطابق مع اسم دانييل. واتهمه الشرطي أو اتهمه الشرطي البريطاني، الضابط البريطاني، بأنه جاسوس يهودي. الشرطي البريطاني قال أنه جاسوس يهودي، واسمه ديفيد، اسمه ديفيد. وتمت إعادته مجددا إلى مصر، إذن تمت إعادته مجددا إلى مصر، والتعامل معه باسمه الجديد ديفيد. طبعا رفعت، كيف أصبح عميل للمخابرات المصرية؟ طبعا هو اعتقل، طبعا أثناء اعتقاله في السجن زاره أحد ضباط الشرطة السياسية، وتناقش معه وتأكد من هويته، ولاحظ أنه مصري وليس بريطاني أو يهودي. نعم. وفي ذلك الوقت أخبره الضابط السياسي بأنه شخص الذي يبحثون عنه، وقال له يجب عليه أن يختار بين البقاء في السجن أو العمل مع المخابرات المصرية. نعم. هو طبعا كيف يعمل في يسكن في المجتمع اليهودي حتى يحصل على المعلومات المهمة لمصلحة مصر يعني. طبعا رفعت ماذا فعل؟ وافق رفعت على العمل مع المخابرات المصرية، بعد ذلك أصبح عميلا لمصر، هو يعيش في المجتمع الإسرائيلي كأنه رجل أعمال من طراز الأول. الآن نقرأ هذا النص ونحاول أن نفهم. في عام 1988 أعلنت المخابرات المصرية عن جاسوس مصري استطاع أن يخترق أجهزة الأمن في إسرائيل. هناك جاسوس واستطاع أن يخترق، استطاع أن يدخل أجهزة الأمن في إسرائيل، وبقي فيها حوالي 20 سنة، وقد نجح بتزويد المخابرات المصرية بمعلومات خطيرة وحساسة، ونجح أن يزود المخابرات المصرية بمعلومات خطيرة وحساسة، المعلومات المهمة. كيف أخذ هذه المعلومات؟ لأنه اخترق في أجهزة الأمن الإسرائيلي، وبالطبع نفت حكومة إسرائيل هذه الأخبار. عندما سمعت حكومة إسرائيل هذه الأخبار ماذا فعلت؟ نفت، كذبت يعني هذه الأخبار غير صحيحة، هي قالت يعني، وقالت إن هذا الخبر قصة خيالية، هذا الخبر ليس حقيقي، هذه قصة خيالية اخترعها المصريون، هذا المصريون يخترعون يعني هذه الأخبار. ولكن في ذلك الوقت نشرت صحيفة جيرو السلام بوست، هذا دار السلام بوست، ولكن في اللغة العبرية إبرانية جيرو السلام بوست. نعم. قالت هذه الصحيفة ماذا قالت؟ أن هذا الخبر صحيح. صحيفة إسرائيلية تقول أن هذا الخبر صحيح بعد أن تأكدت لها صحة ما قالته المخابرات المصرية،
وأن اليهودي الإسرائيلي المسمى جاك بيتون الذي استطاع أن ينشئ علاقات عديدة مع كبار السياسيين. هذا الشخص استطاع أن ينشئ علاقات عديدة مع كبار السياسيين مثل رئيسة الوزراء جولدن ماير ووزير الدفاع موشي ديان، هكذا يعني، وأنشأ علاقات عديدة مع كبار السياسيين مثل رئيس الوزراء ومثل وزير الدفاع، هكذا يعني. طبعا هو في الحقيقة مسلم مصري واسمه رفعت الجمال، واستطاع هذا العبقري أن يكون أكبر شبكة تجسس في منطقة الشرق الأوسط، حيث زود بلاده بمعلومات هامة جدا، منها يعني زود بلاده بمعلومات خطيرة وهامة وحساسة، مثل مثلا موعد حرب 1967 للميلاد. أيضا أخبر شيء مخطط بناء خط بارليف المشهور، هكذا يعني، وأيضا وغير ذلك من المعلومات، يعني كثير من المعلومات المهمة. طبعا كل ذلك كان تحت غطاء شخصية هامة في المجتمع الإسرائيلي، وهو رجل أعمال من الطراز الأول. وكيف حصل طبعا على كل هذه المعلومات؟ هو يعني تحت غطاء شخصية هامة في المجتمع الإسرائيلي، وهو رجل أعمال من الطراز الأول. كأنه يبدو يعني رجل أعمال ومن الطراز الأول، يعني هو فعل كل هذه الأشياء تحت غطاء شخصية رجل أعمال، هكذا. ونجح بتأسيس شركة سياحية عملاقة داخل إسرائيل، ونجح أسس شركة سياحية عملاقة داخل إسرائيل. طبعا بعد أن عرف العالم الحقيقة كاملة، قالت صحيفة الأوبزرفر، هذا صحيفة بريطانية طبعا، إن الجمال عبقري مصري استطاع أن يحقق أهداف بلاده، ونجح في أن يخرج من إسرائيل سالما ويموت موتا طبيعيا على فراشه. هو مات في ألمانيا في النهاية بسبب السرطان، هكذا، ولكن هو استطاع أن يحقق أهداف بلاده، ونجح أن يخرج من إسرائيل سالما ويموت موتا طبيعيا على فراشه، هكذا. هناك الأسئلة عن هذا النص، أجب عن الأسئلة الآتية: ما رد إسرائيل على خبر الجاسوس المصري؟ İsrail'in cevabı nedir ala haberi casusil Mısri? Mısır casusu haberine karşı İsrail'in cevabı ne oldu? Ma raddu İsrail? Taban İsrail bittaba' nefet. Lem tekbel hâzihil ekbar. Ve kâlet in hâzal haber kıssatın hayaliyetun ihtera'hel Mısriyûn. Hâkezâ kâlet. Mel ma'lumâtu leti zevvedel cemmâl biha biladehu. ما المعلومات بالجلر نلردر التي زود جمال جمالين وردي جمالين وردي سندو بها بلاده، يعني ülkesine sağladığı sunduğu bilgiler nelerdir، المعلومات المهمة. طبعا جمال زود بلاده بمعلومات هامة جدا، مثلا موعد حرب 1967 للميلاد ومخطط خط بارليف المشهور. إذن هذه الأخبار المهمة التي زود الجمال بها بلاده. ماذا قالت صحيفة الأوبزرفر قازيتيسي نيددي البريطانية، يعني إنجليز أوبزرفر قازيتيسي نيددي، ماذا قالت صحيفة الأوبزرفر؟ طبعا قالت إن الجمال عبقري مصري واستطاع أن يحقق أهداف بلاده، ونجح في أن يخرج من إسرائيل سالما ويموت واستطاع أن يموت موتا طبيعيا على فراشه، هكذا. هناك: هل تعرف قصة جاسوس آخر؟ başka bir casusun hikayesini biliyor musun؟
تحدث عنه بندان باست ديور وهذا واجب لكم. نعم، صل الجملة في القائمة ألف بما يناسبها في القائمة باء. ألف sütunundaki nedir cümlelere uygun olan cümleleri B'den seçiniz diyor. Ma a'lanatul muhabaratul misriye an casusul misriye. Evet. Mısır istihbaratı ilan etmedi an casusul misriye. Ne? Nefetu İsrail. Ha. Ma a'lanatul muhabaratul misriye an casusul. Yani Mısır istihbaratının Mısırlı casus hakkında ilan ettiği şeyi nefetu İsrail. İsrail onu ne yaptı? Yalanladı, kabul etmedi. Ve kalet huve kıssatun hayaliyetun ihtara'al Mısriyyun. O hayali bir kıssadır dedi İsrail. Bekiyel Cemal fi İsrail havale yeşrine sene. Cemal İsrail'de 20 sene kaldı. İstata'a hilaleha bu süre zarfında güç getirdi. En yukevvine ekbara şebeketi tecessüsün fil mıntıka. Bölgedeki casusluk ağının en büyüğünü oluşturmaya güç getirdi. Bölgede ki en büyük casusluk ağını oluşturabildi. 20 yıl kalmış onları oluşturmuş. Vel baki vacibun lekum. Ödevlerinizi yapıyorsunuz. Bir sonraki dersimizde buraya tercüme edip anlayacağız. Ma'a selameh.